تحية واحتراما من جديد لكل الأحباب والذين انضموا لمتابعة صباح الشروق عبر الساعة الثانية من عمر البرنامج. بنتواصل أكيد مع الجميع. يمكن علينا في الفترة الأخيرة ظهرت حياة سيئة جدا، في كل زول حاب يعرف تفاصيل الشخص الآخر من غير ما يراعي للاعتقادات، من غير ما يراعي لأنه الخصوصية. حتى أيوة الخصوصية، من غير ما يراعي أنه ذاته هو الدين منع انه الزول يمشي يتجسس حول الزول، من غير ما يراعي انه انا شخصيا ما مرتاح انك انت تمشي تبحث من وراي، او انت بمفهوم انك تتطفل وتعرف اللي انا قصدي شنو. نعم، تسأل عني وكذا يعني. غير انه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يعني تلقى انه الحاجه دي يعني حاصله بصوره كبيره جدا، يعني صحيح. مفهوم التطفل عموما موجود في حياتنا بصوره كبيره جدا، سواء كان على مستوى او نطاق الحله، سواء كان في الجامعات والمدارس، مستوى الدراسه، حتى في البيت ذاته العمل. ما في خصوصيه احيانا بتكون. ايوه، حتى في البيت ممكن يكون فعليا ما في خصوصيه، في نوع من التطفل من اسرتك. كل انسان من حقه انه يعيش حياته بخصوصيه، في اشياء معينه انت حابب تظهرها للناس بتقولها، في اشياء انت تحتفظ بها لنفسك، ما من حق زول انه يبحث وراك صحيح. او يسال او يمشي يحاول يعني يفتش كل الطرق الممكنه عشان ما يصل لمعلومه معينه بتهمك او بتخصك. نعم. الحياه دي بده تاثر سلبا على العلاقات اكيد طبعا الاجتماعيه، حتى على الازواج ممكن تاثر. صحيح، ممكن تخرب بيوت. صحيح. احنا عايزين نتكلم في الموضوع تحديدا، موضوع التطفل، مع دكتوره ساره ابراهيم خبيره الاعلام المجتمعي. دكتوره ساره ازيك؟ صديقه البرنامج. طيبه، صباح الخير عليك. صباح الخير، صباح النور، صباح السعاده وصباح الامل، صباح كل حاجه جميله، كل الامنيات جميله بتمنى لكم ولمشاهدي الشروق، لكل اهلي في السودان، وان شاء الله كل صباح يعني يكون دائما يحمل كثير من الامنيات وكثير من الامنيات اللي تحققت واللي دايما تتحقق ان شاء الله. واكون سعيده برفقتكم ورفقه كل التيم العامل في البرنامج، يعني من اجمل البرامج صباح الشروق، يعني اتمنى انه يستديم ونصل به، ودائما لمصافينا البرامج تكون البرامج المتميزه اللي عندها مشاهده عاليه. الله يخليك ان شاء الله. هو جماله بيتشكل بوجودك انت معنا كواحده من الضيوف الخفيفه الظل والابتسامه دائما. شكرا على الكلام الطيب. الله يحييك. نحن دكتوره ساره وانت صديقه البرنامج، واليوم حنتكلم حول موضوع التطفل. نحن ذاته عشان نعرف السيد المشاهد انه كلمه تطفل يعني شنو؟ جاي من وين ذاته؟ طيب، كلمه تطفل اصلا جايه من رجل من اهل الكوفه اسمه طفيل العرايس. طفيل ده كان من الناس اللي بيمشوا المناسبات اللي ما مدعوا لها، يعني ولايم والمناسبات، فكان يعني زي حتى يدخل روحه فيها. فجات الكلام انه بقى اي انسان بيمشي لمكان هو غير مرغوب فيه، او مكان هو ما مدعي له، او حتى هو ما من الناس اللي المفروض يكون فيها، فسموه طفيل. وبعد كده جات يلا كلمات اللغوية تطفل، طفيل، طفيلية، طفيلين. فكده حتى بالمناسبة التطفل في النباتات يعني يقول لك ده طفيلي مثلا، انا طفيلي لانه هو بيعيش على على على, على مثلا على حاجة هو حتى ما يعني غير مرغوب فيها، فبقول لك ده طفيل متطفل على نبات او متطفل على شيء داخل في مكان هو غير مرغوب فيه. فجت اصل كلمة من كده. وبعد كده انا طبعا طلع نسخت منها المصطلحات وصعد نسخت منها على وزني فاعل، فعول، وبقت واضحه يعني تطفل يعني غير مرغوب فيه، انسان غير يعني تطفل الانسان معناه بتدخل في خصوصيه الناس. أيوة. من غير يكون مرغوب فيه، بيجي لمكان هو ما مرغوب فيه وبيحشر نفسه، زي ما اقول اول كلمه بالدارجه، بيحشر انفه في حاجه هو غير مرغوب فيه. نعم. طيب باي شيء. ايوه، ده بياخذنا برضه لانه احنا نتعرف على معنى التطفل في الدين والعرف. طيب، التطفل في الدين جاي من ان مثلا يعني مثلا عندنا حديث للرسول عليه الصلاه والسلام، يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني انت عشان اسلامك ده يكون حسن او كويس انك تترك مع الحاجه اللي ما بتعنيك، يعني ده معناه انك ما تتدخل في خصوصيات الناس. والحاجه الثانيه برضو مهمه جدا، انه التطفل ده مشكلته شنو؟ انه هو ممكن يغودك لاشياء منهي عنها في الدين، يعني انت لما تتضفر وما بتتدخل في حاجات الناس، بتكون ده تعرف خصوصيات الناس، دي تقودك لحاجه اسمها التجسس. انت ما ممكن عشان تكون دار تعرف حاجات الناس، ممكن ما بالطريقه الواضح تتجسس عليهم. والتجسس بيقودك للكذب. بيقودك للكذب، بيقودك للنميمه، وبيقودك للغيبه، وبيقودك فدي دي المشكله، انه التطفل بيجر وراه كميه من المحرمات المنهي عنها في الدين. في عاداتنا وتقاليدنا وفي اعرافنا دائما بقول لك يعني يعني معناه بفهم العرف والتقليد انه والله انه السلوك ده غير مرغوب فيه، يعني ما لا يعني يسمع ما لا يرضي، معناه انت انسان اصبحت غير مرغوب فيك، او دي حاجه ما بتخصك كثير يعني. فجاء الفهم كده. ومشكله التطفل مشكله انه هو طبعا انحراف سلوكي. صحيح.
يعني يعني ما يعني الانسان اللي بتلقاه بيتدخل في خصوصيات الناس بيفرض نفسه على الاخرين هو انسان عنده انحراف في سلوكياته في يعني في مكان ما، لانه الانسان السوي ما انسان يعني بيحب يفرض نفسه على الناس. يعني حسيت مثلا لو 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 في زول عنده ده تعرف حاجه عن انسان ده بيقودك لحاجه ممكن تكون داخله فيها الحقد والحسد. يعني يعني انت تكون مشغول بينك ده تعرف مثلا انت راتبك كم، فلان ده راتبك كم، قروش دي اسمع اي والله لابس لبس جميل جايب القروش دي من وين، وراتبه كم، دار يعني كنت داري اعرف ابحث وراك. يعني حتى في فينا انه بتا والله ده حاصل يعني حاجه دي حاجه معاشه والله يعني بصوره يعني احنا مجتمع متطفل معلش الكلمه انا قلت انت عارفه الحته دي ممكن نتكلم فيها انه طبيعه المجتمع السوداني لانه المجتمع مفتوح ايوه احنا يعني حياتنا كلها مفتوحه. انا قاعده اقول لهم اسرارنا معلنه وحاجاتنا مفتوحه للكل. يعني يعني هذا مثلا في الدول الاوروبيه ما من حق يعني في انت من ولادك بتعمل في شنو، انت عارف الاولاد بينفصلوا في البيت صح؟ الاولاد بينفصلوا من ابهاتهم من عمر التاشرات يعني هناك كده واحد بيمشي بعد كده بعد يكون بلغ يكون حياته براور. لكن احنا يعني لدرجه انت لما تكبر راجل كبير الناس دارين يعرفوا انت بتعمل في شنو، دارين يفرضوا حاجاتهم عليك، دارين يعرفوا تفاصيلك، دارين يعملوا وصايه. طبعا احنا عندنا لانه عندنا في اسرنا في الكبير وفي المرجع وفي الزول كل زول بيحب انه داري يقبى يعني وصي عليك، داري يقبى يعرف تفاصيلك. دي من الناحيه بتاعت ناحيه الاهتمام بيجي كده. لكن المشكله الثانيه ظهرت انه في ناس بيجوا داخلين بمبدا انه شنو داري يعني يعني ما بقول حقد وحسد، لكن الواحد فيهم مشغول بيك شديد يعني. لكن هي بتولد الحاجه دي بتولد لقدام بتولد الحقد والحسد. اي اذا كان في الاول ما مقصود يا محمد يا دكتوره لقدام هتولد، لانه انت هتكون عايز تعرف مرتبك كام، لما تسمع انه مرتبك كده تقعد تقارن بحياتك تقارن هاي وليه ويعني هي احسن من طبعا في بالمناسبه انت عارفه في مجتمع العمل تخرب علاقات الناس شديد جدا انه بده كم وليه هو احسن وهو برضه زي ما يوري مرتب اصلا يعني حتى يعني احنا ده ضربناه كمثل. لكن طبعا التطفل أيوة. في حاجات كثيره فيها يعني فاحنا ممكن ناخذ زمن كثير يعني نتكلم العلاقات الزوجيه والاسريه والجيران والاطفال وكلهم علاقات شنو بالتطفل. طبعا التطفل ده من الطفل الصغير انا طبعا برجع عملها كيف ليه بتعمل كده، امشي تلقاه مثلا دخل بيت بتاع ناس بيجي بدي يسال ده شنو جبته من وين عملته. دايما تقوم تقول لي دي حاجه ما بتخصك كده خلاص ما بتخصك دي خلاص قفلته. لكن انت لما تخليه انه وناس بيضحكوا بيقول لك الطفل ده سقال كلام ان شاء الله عليه شاطر حيكبر يبقى زلمه ممتاز يقول لي كده. لا دي كده ما انت علمته انه يتدخل في خصوصيات الاخرين، تقول دي حاجه ما بتخصك ما صح. امشي يعني بيفضح الناس في طفل مثلا دخل بيوت الناس امشي يفتح ارفع تحت السرير ده شنو انتوا ليه خاتين يعني يعني بيقول لك بحرجنا يقوم يقول للناس ليه بيتكم ده عامل كده ليه صح في فيها ليه شكلكم انت هنا ده علمته والله جد يعني انت مثلا ليه اوضتكم دي مكسره كده ليه ما يا اخي حتى الاكل ممكن اعلق عليه يعني زوجي وعمي يقولوا له ياكلكم عامل كده ليه زمان لما كنت صغير كنت انا كده انت عارف انت عارف انا بعرف اي واحده كانت بالسوق في لقات المناسبه قالت اول ما يقعد في الصينيه مثلا يقول لها ما عندكم ضلع ليه؟ ليش صوتكم؟ قالت انا بتحرجوا بتحرجوا معلش ما يعني قالت هي بقت لدرجه انها ما بقت تقول لها خلاص ما تمشي معي ثاني معناها هو شاف السلوك ده عند زول أيوة. اكبر منه يمكن قارنوا بيه ليه اوريك؟ لانه طبعا احنا عندنا النبش يعني مثلا زول يكون قاعد في مناسبه ولا شيء يقوم يقول لك اكلهم كحك مشنف الحاجه عايز مشنف الحاجه فالطفل يتعلم انه هو يتدخل في ويفرض كمان حتى هناته ليه ما بيعملوا كده وليه ما هو الناس زي ما عندهم القروش ليه ما بيعملوا فدي تدخل في خصوصيات الاخر انت ما من حقك. انت حتى قال لك في الدين انت لو دخلت في بيت ما المفروض تملي عينك منه احنا نقعد نفتش ونعاين ونشوف ولدرجه قلت لك لما توقعوا انه ممكن يموت انت يعني حيسيه يا اخوان والله عشان الناس حيجي ينبشونك كان يجيبوا حاجه وتقول والله لدرجه انه ممكن يرفع الملايه يشوف المرتبه نظيفه ده ما تطفل ده حاجه ما بتخصك انت مدعي انك تقعد في كرسيك ده هنا بس كده تعزي وتطلع ما شغلتك يفتش دواليب وعدتهم وسخانه بيتهم ما مرتب يمشي يحكوا بيها فدي بتقودك لشنو انا وتقعد التطفل ده مشكلته بداية السلوك لكثير من المحرمات انت لما هي بتبقى انسان نمام شلتها
حاجات الناس وش تحكي للناس الثانيين بيها يتكلموا. فبتطور انه بيدخلك في حاجات يعني تبقى شو محرمه دينيا عادي كده. ده انا اقدر اقول عند الجيران. طيب خلينا على نطاق الاصدقاء برضه, ما نتجاوز الحته دي, دي اهم حاجه. كنت مؤثره جدا في موضوع التطفل والعلاقه الزوجيه برضه. طبعا العلاقه الزوجيه دي اذا جيت فيها شويه لانه فيها تطفل شديد يعني. طيب نبدا بالاصدقاء. التطفل جاي على اليمين ذاته عشان لما نقبل عليه نكون عارفين. ايوه جاي في التليفون. شفت التليفون ده الزوج او الزوجه ده اسمه تلفون خاص بي. أيوة. انت ما من حقك تشيل التلفون من ورا زوجك او هو من ورا زوجته ويفتش في تلفونه. يا اخي عندي ونسه خاص, انت عارف الحاجه دي خربت البيوت شديد جدا. يا اخي عين اسمع, انا عندي رغيب ربنا ده بيراقبني في كل تصرفاتي غلطه والمغلطه. انت ما من حقك كان زوج او زوجه انك انت تراقبني انا وتحدد لي. انا لو كنت عايز اكلمك بالحاجات كنت قلت عليك صح. انا عندي ونسات خاصه, حاجات خاصه. ممكن تقول لي انه زول بيغلط, انت حتقاومني؟ لا. ما حتغاوبني. انت لو عرفت انه انا مثلا عندي اي تجاوزات او انحرافات سلوكيه في حاجه انت ما مخير ولا تغاوبني, انه حتخلق بالعكس مشكله, حيبقى في فجوه بين الزوج والزوجه. صحيح. حتبقى في خيانه. الشكك بدمر بيتك, خرب اسرتك. ده اسمه هاتف خاص حقي انا, ما من حقك انك تطفل عليه وتفتش في رسائلي. يا اخي في انا قبل كم يوم بسمح لي في قضيه في برا من الدول انه في واحده عامه برمجت التليفون انه الرسائل بتاعت الواتساب حق زوجها جاهي. دي مشكله كبيره. كيف الكلام ده؟ والله بيحكوا بها في دول من الدول العربيه. انا سمعت مثلا مره وهي هاسي قضى, ما طلقها, هو ما طلقها بس كمان طلقها ورفع عليها قضيه في القضاء. لابد. ايوه شوف التطفل هذا الانسان كيف انك عايز تعرف انت اي نعم انا زوجتك او زوجك شريكك في الحياه, شريكك في حاجه, شريكك في الحياه, لكن الطريقه دي طريقه بتعلمك بعد شويه انك تكون انسان مش متطفل, انسان متجسس. ودي من الحاجات اللي نهى عنها الاسلام. ما في حسن امشي لاي شيخ لو قلت له انا مثلا انا قاعد امسك تليفون زوجي من غير ما اعرفه واقرا رسائل وحاجاته هنا, لو قال لك انت كده زول 100% راجع اسلامه هنا. أيوة. لانه ده اسمه تجسس. لا تجسسوا, ربنا قال بالنهي كمان. فده التطفل بيجي هنا انك انت عندك حاجه حاسه بها زي ما قلت واجهه اخر. والله انا حاسه كده, لكن البحث في اوراقه, انت مش تبحد في اوراقه, تبحد في هدومه, تشم في ريحه ما بعرف جلاليبه, يعني عايز اصل لشنو؟ هذا عارف انت ضاري اصل لشنو؟ انت شاكي في سلوكه, واجهه واتكلم. نفسهم على الناس من غير ما الناس يكونوا شنو راغبين في انهم يعرفوا حاجاتهم. التطفل بين الاصدقاء طبعا دي صدى كبيره. ليه؟ لانه طبعا دي علاقات مختاره. يعني انا اقول الصداقه دي سيلكت يعني مختارينها. فتلقى مثلا في جروب مجموعه كده من الاصدقاء في اثنين يكونوا قريبين لبعض كده, فبيكونوا بيحكوا تفاصيلهم مشاكلهم. البعاد شويه ديل بيكونوا دارين يعرفوا ديل بيقولوا في شنو, فبيبدوا يعرفوا اخبارهم. انتوا مثلا بتقولوا في شنو مع بعض, دارين تعرفوا شنو فلانه دي. ففي هنا تخش الفتنه, في فتنه بتجي. تقوم يشيل الكلام ده من ده يحكي لي ده على اساس انه هم متطفل. دايما يعني بيكونوا السبب فيه اصدقاء نفسهم اللي بيبدا كيف انه يكونوا في جروب معين. تقوم صديقه غدا تعالي بهناك, ناسك بيكونوا في الجروب كلهم عايزين شنو ما اقدر ارسلها في الخاص قلت تعالي بهناك. خلاص دي حاجه بتخصني من ربي يعني. ما فهكذا يعني. يعني بيبدا شفت انه هو بيبدا بسموه كيوريوزيتي. الانجليزي بيقول لك كيوريوزيتي كل زكات. يعني شوف قتل الغطه. قتل الغطه ليه؟ لانها هي شلاقتها يعني في المثل انها هي في لبن وما دار تطلع عليه وقام وقع فيه وسيم وماتت. قصه كده يعني انه التطفل وصل الزول لمرحله انه يموت يعني. وقصص كثيره. المجتمع السوداني بطريقته المفتوحه اللي احنا عايشين فيها في ناس ببساطتنا كده في ناس بقت تخاف من شنو؟ العين. يعني يقول لك احنا ما دارين نديس حاجاتنا, خايفين من العين يعني. صح. يقول لك العين هاي فهم بيحتفظوا بخصوصياتهم او ما بوروا الناس تفاصيلهم. انت بتيجي تبحث وراهم بقول لك ببحث ورانا. الزول ده بيصبح انسان غير مرغوب فيه. يعني اول ما يجي داخل البيت امشي ديسوا الحاجات او ما تتكلموا قدام الزول ده لانه مش يعني كده. فبيصبح انسان غير مرغوب فيه. صحيح. العالم بيكون فيه انسان غير مرغوب فيه. صحيح. نعم. دايرين نعرف يعني يا دكتور ساره التطفل الحاسي خاص مجال الاعلام, التطفل الاعلامي تكوارث وظيفي
ونحن في الاعلام كاعلاميين وكموظفين برضه للاعلام والوظيفين. اي مثلا في الاخبار طبعا اي طبعا هو ممكن يكون في جانب احنا دائما حسي اخذنا انه الجوانب السلبيه للتطفل يعني. في ممكن في جوانب ايجابيه؟ في تطفل ايجابي لكن تطفل معرفي. يعني بمعنى انك انت داير تعرف معلومات يعني بتبدا تبحث عنها تبحث عن المعلومات تكون داير تعرف معلومات بحيث انك تسري بها يعني مثلا نفسك دار تعلم نفسك دار تطور نفسك تجارب الاخرين يعني مثلا من الناس لكن انا بحب شنو بحب اعرف تجارب الاخرين عشان انا واحد الناس اللي قدام استفيد منها الاخطاء اللي وقعوا فيها انه انا ما اتحاشاها او اطور في طريقتهم في الحياه. التطفل المعرفي بيقود الانسان انه يبحث يبقى باحث يبقى انسان باحث هو داير يعرف لكن بالطريقه الصح. يعني انا ممكن اجي يعني اسالك من تجربه او قصه حاصله لك بفهم انه انا والله دايره استفيد من حاجاتك اللي حصلت لك لكن ده ما بمعنى بفهم انه انا داير اعرف خصوصياتك وتفاصيلك. داير اعرف مثلا في العمل انت نجحت كيف صح؟ زي يقول لك زول مشهور زول ناجح زول سري زول عنده قروش كثيره يجي يسالوه يعني مثلا والله قصتك شنو يعني في برامج يعني تلفزيونيه وكذا انت مثلا وصلت للحاجه دي كيف طريقه نجاحك يعني ورينا عشان نبقى زيك. ايوه ورينا عشان ابقى زيك يعني. فبدا يحكي انا والله كنت انسان بسيط وتطورت ده ما خصوصيه الناس لكن هو برغبته طرحها تمام طرحها للاخرين ليه بيفهمين انه احنا والله دارين انك بقى نختدي بك انت اصبحت قدوه واصبحت في الحياه كده. فبيجي التطفل الاعلامي مشكلته شنو انه سبب مشاكل كثيره جدا ليه حتى لدرجه جت حاجه اسمها الملكيه الفكريه ويقول لك انك انه في محاكم بالمناسبه بتاعت ملكيه فكريه لان الناس بقت بتشيل حاجات من اماكن هي غير مصرح لها انها تقولها وتجي تحكيها على الملا او تجيبها على الملا فدخلت الناس في محاكم وفي قضايا كثيره جدا بالذات الكتاب الاعمده عشان كده سيبيه يقول الناس بتحاشي يقول لك اذكر لك اسم فلان او الموقع الفلاني او الجروب الفلاني في مقاضاه اصبحت يعني انت مثلا لو دخلت النت او دخلت وقمت قريت لك حاجه في 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 موقع او في مكان وجيت مثلا كتبتها فبكره تلقاهم رابعين على القضيه المصداقيه وين بالضبط. لا انا محمد اخوي ده قاعدين نتطفل تطفل شعري صح؟ تطفل شعري فقط ايوه عشان نتعلم ونعرف يا دكتور ساره لكن اي ديف التطفل المعرفي لكن انت لازم تكون حتى في نقلك في تطفل صح غلط وبيشيله ليه لانه هو ما بنتظر انه زول يديه الكلام الصح هو براه بيتعلم كده يتطفل يتحشر في الناس عايزين هو يلقط الكلام فلما يلقطه التلقط ده فيه جانب بيكون صح وفيه جانب غلط فبيبقى انسان بعد بيفقد المصداقيه فانت دائما لما تكون حتى في تطفلك الاعلامي في مواضيعك لازم يكون عندك مرجعيه في الحاجه تديك مصداقيه قدام الاخرين عشان ما تفقد المصداقيه في كتاباتك. التواصل الاجتماعي والتطفل لانه دي نقطه نخط اكثر من خط ثلاث خطوط ثلاث خطوط حمراء وغيره وخاصه برضه في ظل الثوره السودانيه لانه مواقع التواصل الاجتماعي كانت هي حراك الدينامو المحرك للثوره السودانيه برضه كان في تطفل يعني ما بتقدر تعرف المعلومه وين والصحيح وين والناس بتشيل اخبار بعض والوضع الراهن الحالي كورونا والوضع العام عموما يعني وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت مكان كبير جدا قريه صغيره العالم اصبح قريه صغيره بسببها فعايزين نعرف التطفل في وسائل التواصل الاجتماعي يودي لشنو؟ يوصل لوين؟ طبعا التطفل في جروب كده من الجروبات قلنا ما في داعي نذكر اسماء ده طبعا بقول لك بس يجيبوا لنا الزيت حق الزول ده الناس يعرفوا خلاص ينزلوا صوره لشخص معين يكون عايزين معلومات عنه طيب ممكن ازيكم انا قبل كده نزلوا صورتي يا اخوانا؟ لا فالمهم في زول يكون عنده مشكله مع زول او عنده حاجه شخصيه طبعا انا قاعده اقول لك دائما الدافع يعني انا من ممكن اقول لك يعني 70% من دافع التطفل الحقد والحسد يعني بقى كده يعني انه زول يكون مثلا شخصيه مشهوره زول فيمس انسان كدي عنده زي ما يقولوا بلغتنا الداريه عنده انتاج منتوج في الحياه كده الناس بتحبه يحاول بس يكون وراه كده بيحاولوا يكونوا يعرفوا اخباره خطأ. فمهم بيكون في زول كده بس عنده حاجه عليهم يعني او في قلبه كده في حاجه حركته فبقوم بيشيل بيقول لك داير اعرف فبيبدا يتكلموا عن 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 خصوصيات يمشي يلقطوا اخباره في اخبار بتكون صح واخبار بتكون غلط المشكله في الحاجه دي انها هي شنو بتخلق صوره ذهنيه عن الزول ده ممكن تكون سيئه واحنا مشكلتنا بنصدق يعني احنا ناس بنصدق اي كلام صح والله. يعني من الصعب انك انت تقول للزول الكلام ده غلط يعني حتى
حتى لو حصل حاجه وجي جابوا مثلا كلام عن الانسان ده ودخلوا في خصوصياته مع الرسكم، وعنده واحده في السر وواحده في العلم، مالكم ومال هو في السر دي سراه خلاص خدتها في السر دخلكم في الموضوع ده؟ ما في والله يا اخواني، يا ريت لو كان الناس عملت كده. يا ريت المشكله دي الموضوع ده خرب بيوت يعني، يمشي يفتشوا لدرجه حتى العماره الساكنه فيها وبجاب النهار وبجاب الليل ومالكم بتتبعوه يعني. الموضوع ده انا عارف انه يعني ده دي ما حاجه بتخص الانسان كثير، وان انا طالما عملت حاجه دي سر معناها انا ده يحتفظ بها في الذريه، لكن هو يمشي يفتشوا ويعرفوا ما بعرف امه ما عرف قاد بالحرام او اخته ولدت بالحرام يعني في كلام كده بيتقال كده لما قد يكون انه هو كله كذب وبس يكون ما حقيقه اساسا دارين بس عشان يشوهوا صورتك في المجتمع. ايوه يعني زول يكون حاقد عليك وحاسد عليك ينزل صوره يعني ما في زول ما بيعرف ناس، الناس كلها بتعرف بعض يعني، فتلقي انه زوجته موجوده في الجروب تيجي واحده تحكي تقول انه الزول ده شغال في الحته الفلان وهي ما عندها اي ادنى علاقه يعني، فبس شافته او عارفه انه هو شغال في المكان جابت معلومات تجي تكتب خصوصيات الزوجه تتاثر والنساء ضعيفات تتاثر بالمعلومه ويحصل مشكله زوجيه كبيره جدا جدا. التواصل دخلت كبير يعني التواصل الاجتماعي يعني حقيقي يا دكتوره يعني كده احنا ممكن نقدر ممكن يقول لك الزول ده شغال مثلا بنعرفه ولا شغال زول بسيط في شركه، طيب بيجيب القروش ذاك الزول حرامي طوال الدوه المعلومه بتاعه الزول حرامي عنده 10 بيوت في السلمه وخمسه بيوت في جبره يلا يبدا المعلومات كلها غلط قد تفاصيل هم بيكونوا عارفين يعني معلومات كلها غلط بالنسبة لهم. مهم يعني اقول لك كلام يعني من اللي شفته من الحياه الممكنه حاسس الوزراء في الحكومات دي الحكومه انت غاليه يعني في معلومات كلها بتتجاب عنهم والله ممكن تكون كلها غلط. الوزراء الفاتوا ولا قاعدين؟ الفاتوا ولا قاعدين؟ انا قاعد اقول لك التطفل ده ما عنده علاقه بالانتماء السياسي، احنا بنتكلم عنه كظاهره اجتماعيه. ظاهره اجتماعيه انت الوزير ده داير تعرف اتكلم عن اداؤه العام، ما شغلتك بانك انت تجيب لي خصوصياته وبيعمل في شنو وقاعد في شقه ما شغلت بيه مصاحب لي ونافش ما دي خصوصيات يا اخوانا، انا داير دي ما هي بتخصني انا صارت تخصني انه عرفت تفاصيل حياته الخاصه، انت عندك اداؤه العلني ده عندك عليه مشاكل قول اداؤه العلني، لكن امشي افتش وابحث وراه يتطفل وراه يمكن يكون دكتور. والله في ناس عديد كده بيخلوا شغلتهم ويمشي حموا ورا الناس يعرفوا اخبارهم، الانسان المتطفل ده او الانسان الطفيلي ده اللي بيتدخل فيما لا يعني وتدخل في خصوصية الناس ويحاول يجيب اخبار الناس من غير هو ما يكون مرغوب في انه يعرف الاخبار دي، انسان بيكون انسان غير ناجح. لاحظ دايما الناس اللي بيقول لك ردوهم ردوهم سووا له تلقى انسان غير ناجح، انسان غير ناجح ليه؟ لانه هو ما عنده زمن عشان يطور نفسه، ما عنده نفس عشان زمن عشان يبحث عن حاجاته طيب. خاصه ويشوف اغلاطه وين عيوبه لانه هو بيفتش عن حاجات الناس دايما. انت دكتوره ساره قلتي حاجه مهمه جدا، دايما نشوف انعكاس التطفل على المجتمع عموما الانعكاس بيكون شنو؟ طبعا اول حاجه التطفل بيخلق كثير من المشاكل، بيخلق مشاكل بين الجيران، بيخلق مشاكل في الاسره الواحده، زي ما قلنا ناس على مستوى الازواج ممكن يخرب علاقات الازواج مع بعض البعض ومشاكل كثيره جدا، على مستوى الجيران بيخلق مشاكل كثيره جدا وممكن تصل لمرحله انه يقول لك والله في ناس يقول لك خلينا المكان ذاته بسببه، يعني زوجي انه يتحشر في خصوصياتنا كان جبنا عربي، جنجانا الضيوف اللي جزانا ان شاء الله خير الضيوف اللي جاكم ديل معلوم عندهم شنو، يعني في ناس كده وصلوا لمرحله والله جت ناس وصلوا لمرحله انهم هم مثلا فارقوا الحي او فارقوا المكان بسبب ممكن تاثر في سمعه الوزراء، ممكن تاثر في سمعه الجهاز الحاكم كله، نقل الاخبار الغير صادقه دائما ممكن تعمل بلبله، ممكن تعمل عدم مصداقيه في اداء وزاره من الوزارات، ممكن تعمل في اداء حقوق يعني بتاثر فينا، هي بتعمل عدم استقرار في المجتمع. والانسان المتطفل ده دائما بيحب يجلم يعني اكثر ناس من الطفيليين حوالينه وبيصنعوا لك زي مجموعه كده، المجموعه دي بتكون ما عندها شغله غير انها هي تلم الاخبار لو بالصح والكذب وتنشرها، فالحكايه دي بتاثر في الاداء المجتمعي بشكل عام، بتاثر على الانتاجيه، بتاثر على الاستقرار، بتاثر بشكل يعني كبير جدا. يا اخي دي حاجه متخصصه دخلت في الموضوع ده شنو؟ انا بتخيلها دكتوره ساره يعني الحاله دي مسؤوليه كل فرد، يعني انا مسؤوله من لما يجيني حد يتكلم معي عن شخص معين يعني ينقل الموضوع من تطفل لنميمه انا اوقفه عند حده، وانا بتخيل ليه برضه المفروض ما اصدق اي كلام ممكن اقطع الكلام يعني ايوه يعني ما اصدق اي حاجه من باري الفارغه، من باري موضوع انه عايز اعرف ده عنده شنو بيعمل شنو جاب الحاجه دي من وين وكده وقصته شنو مالك وماله التطفل بكل مفهومه، احنا المفروض يعني ده سلوك فردي بيرجع لك انت اذا حاب بتعرف او لا. الموضوع
كبير وجميل، وشكرا لك كثير جدا على المعلومات على الشيء غدي دكتوره ساره ابراهيم خبيره الاعلام المجتمعي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، وان شاء الله هنا نبقى ذاتنا يعني في حاله بتاعت يعني الاعلام ده اصلا وظيفته شنو؟ انه هو بيحاول يعدل في السلوك، يعني بيغير الاخبار تعديل السلوك ذاته يعني. فاحنا بنحاول من خلال برامجنا هنا نوضح للناس انه الحاجه المعلومه دي. كذلك الساده المشاهدين شكرا لك، ان شاء الله موعودون بحلقات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله.